سلام عليك يا خالد. السؤال الثاني والمزايد الثاني في مسابقة تيكت. خالد كم؟ 1500. 1500 عند خالد فارع. سالم؟ 1000 نقطة. حلو. 1500؟ ايه. كم يا سلطان؟ 1400. مجموعة فنية بحتة، بس مجموعة تخاف. لا تخافي لا تخافي، نحن أبطال المطاف. طيب يا شباب نبدأ معكم. مين أعلى مزايدة معنا؟ خالد فارع حياك الله. جاهز مستعد؟ إن شاء الله. طلعونا بالله عدد تذاكر والمزايدات للشباب. حدود 4000. الله لا يخسر مسلم. الله لا يخسر مسلم. والله قطة استراحة زي ما ذكر. من اللي ذكر؟ فارع وش الأخوان؟ عشان نخصم عليه. كل ما أعطيت رقم نزلت تحت. طيب الآن ظهرت للجمهور عدد تذاكر وقيمتها. يزل لا ترفع عشان الكاميرا. السؤال جاهز معنا عند من؟ عند خالد. عندي. طيب طيب يلا ركز على الشاشة. ما هو العضو الذي يجعل السمكة تتنفس تحت الماء؟ الخياشيم، الزعانف، الرئتين، الأنف؟ الخياشيم. 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 هل تتوقع أنه الأنف مثلا؟ لا أكيد ما في أنف في السمك. يا سلام عليك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شكرا لكم شباب. يعطيك العافيه. تفضل الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا. سم هي تنفس مع خياشيم. الان تظهر لكم خالد. خالد تظهر لك الان على الشاشه قيمه التذاكر وعددها وشوف كم حققت. 3900 نقطه بقيمه تذكره واحده. يعطيك العافيه. شكرا لكل من تابع مسابقه تيكت. شكرا لكل من تابع تصفيات سكريبت. اليوم احنا في ختام التصفيات، غدا نلتقيكم مع فارس البشيري وترك الدوسري في دخول واعلان ال24 ال18 المتبقي منهم بالتصويت باعلان الستة كروت سابقا الذهبيه مع ترك الدوسري. غدا يوم الحسم للشباب وفقهم الله الساعه 9 مساء باذن الله. نلتقيكم بعد انتهاء التصويت في الموقع الالكتروني. شكرا لكم استودعكم الله. شكرا على خير.